السرايا الحكومية اختتم المبعوث الأممي إلى سوريا كوفي أنان زيارته إلى بيروت، فعقد لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعلن تأييده لخطة أنان السداسية، معتبرا أن الأولوية في سوريا هي لوقف حمام الدم. وفي الشأن اللبناني أثنى ميقاتي على مواقف الأطراف اللبنانية لتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا. في المؤتمر الصحفي الذي تلا مأدبة الغداء شدد أنان على الحل السلمي في سوريا، محذرا من أن تطال شظايا الأزمة الدول المجاورة بما فيها لبنان. And my sense that bold actions has to be taken by... برأيي لابد من اتخاذ إجراءات من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق الخطة ذات النقاط الست، وإلا فسوف يستمر الوضع على حاله إلى ما لا نهاية. وقد أبدى الرئيس السوري انطباعا بأنه يريد تطبيق الخطة وهو مثابر على تطبيقها ويريد تحقيق السلام، لكن صبرنا نفذ، ولست ممتنا من القتل والعمليات التي تحصل، وأريد تعجيلا لهذه الخطة. لكن عندما نتعامل مع قضايا من هذا القبيل فإنها ليست قضية سهلة أو مسألة خطوط حمر، ويجب أن يجد مجلس الأمن والدول حلا. وإذا لم تكن هذه الخطة هي الحل المناسب فيجب أن يتوافر حل آخر. أنا لا أقول أن هناك حلا واحدا لمعالجة هذه المسألة، وقد تكون هناك حلول أخرى، وإنما يجب على مجلس الأمن النظر في هذه الخطة، وإذا ارتأى أن تكون هناك خطة أخرى فسأثني على عمل مجلس الأمن، لكن هذا القرار يعود إليه. أما في الشأن اللبناني فقد أكد لي المسؤولون أن الحدود لا تستخدم لنقل السلاح، وهم حريصون على ألا تصبح كذلك. وأعلن أنان أنه ناقش مسألة المخطوفين مع المسؤولين اللبنانيين وأنه سوف يبذل جهده للمساعدة، داعيا الأهالي إلى التحلي بالصبر.